إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نوم يديه الله فلا مضل له ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نتحدث الآن عن صفات المؤمنين في بعض سور القرآن الكريم. نبدأ الحديث عن الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في سورة الأنفال. ولعل البعض يسأل ويقول: ما الحكمة من ذكر صفات المؤمنين في القرآن الكريم في أكثر من موضع؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر صفات للمؤمنين في بداية سورة الأنفال، وفي سورة المؤمنون، وفي سورة الفرقان هي صفات عباد الرحمن، وفي سورة الحجرات حينما قال الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا، ثم بين الله سبحانه وتعالى صفات المؤمنين. وأيضا ذكر الله سبحانه وتعالى صفات المؤمنين في سورة المعارج وهكذا. فالحكمة من ذكر صفات المؤمنين في القرآن الكريم في أكثر من موضع لكي يعرف المسلم نفسه أين هو من هذه الصفات، هل هي منطبقة عليه أم ليست منطبقة عليه. يعني نستطيع أن نقول أن هذه الصفات التي ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة القرآن الكريم هي أداة تقيس بها مستوى إيمانك. وأيضا هناك هدف آخر، أن تكون هذه الصفات هدف للمسلم يسعى للوصول إليه. بالنسبة للصفات التي ذكر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في سورة الأنفال، يقول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين يعني لو أنتم مؤمنين حقا ومسلمين صدقا، يبقى هتلتزموا بهذه الصفات اللي هي تقوى الله وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين، جواب الشرط هنا محذوف دل عليه ما قبله، أي إن كنتم مؤمنين إيمانا حقا فامتثلوا هذه الأوامر الثلاثة السابقة اللي هي تقوى الله، إصلاح ذات الدين، طاعة الله وطاعة الرسول. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى صفات المؤمنين بحق، الذين يلتزمون الصفات السابقة وأيضا يلتزمون الصفات التالية اللي ذكر الله سبحانه وتعالى بعد أن قال: إن كنتم مؤمنين. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون. من هم المؤمنون؟ إنما بتفيد الحصر والقصر، يعني حصر الله سبحانه وتعالى صفات المؤمنين وقصر على الذين يلتزمون بهذه الصفات اللي هي إنما المؤمنون. واحد: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، يعني إذا ذكر الله سبحانه وتعالى أمامهم وجلت قلوبهم، يعني خافت قلوبهم وهابت وعيد الله سبحانه وتعالى. وشعار المؤمن دائما: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وهناك من يقول: كيف نوفق بين هذه الآية اللي هي الآية التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها وجلت قلوبهم، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والآية الأخرى اللي في سورة الرعد التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم. ففي سورة الأنفال قال الله عز وجل: وجلت قلوبهم. في سورة الرعد قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فكيف نجمع بين الوجل أو الخوف في سورة الأنفال وبين الاطمئنان في سورة الرعد؟ نقول أن الطبيعي أن يخاف الإنسان إذا أخطأ. إنسان لو هو مخطئ يخاف ويطمئن إذا أحسن، أن الله عز وجل قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يبقى أولى هذه الصفات أنهم يخافون عند ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني يخافون ويهابون وعيد الله عز وجل. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني خافت قلوبهم وهابت وعيدهم. والصفة الثانية: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يعني حينما يقرؤون في كتاب الله، حينما يستمعون إلى كتاب الله يزداد إليه الإيمان. وأيضا إذا تليت عليهم آياته، حتى الآيات الكونية، يعني حينما ينظرون إلى الجبال، حينما ينظرون إلى كما قال الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، حينما ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى السماء كيف رفعت، إلى الجبال كيف نصبت، إلى الأرض كيف سطحت، فيتفكرون في عظم ملكوت الله سبحانه وتعالى ويزدادون خشية لله عز وجل. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وعلى ربهم يتوكلون. يعني هم دائموا التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: والذين يقيمون الصلاة.
يعني من ضمن صفات إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الصفة الرابعة الذين يقيمون للصلاة. الذين يقيمون الصلاة، إن الصلاة بتمثل غذاء الروح الذي إن فقده الإنسان يفقد التوازن ومزقته الأمراض والعقد والقلق، لأن الصلاة هي بمثابة معراج إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أنت في صعود الله عز وجل حينما تكون في الايه في الصلاة. ولذلك الصلاة لم تفرض على الرسول صلى الله عليه وسلم في الأرض، وإنما لمكانتها في هذا الدين العظيم فرضها الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم في الايه في السماء في ليلة الإسراء والايه والمعراج. فمعنى قول الله سبحانه وتعالى والذين يقيمون الصلاة يعني يؤدونها كاملة الأركان والشروط مع خشوع قلب وسكون نفس. ثم قال الله سبحانه وتعالى، وهذه الصفة الخامسة من ضمن الصفات التي تذكر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في سورة الأنفال، ومما رزقناهم ينفقون، يعني ينفقون بإخراج الزكاة المفروضة، الصدقات التطوعية، النفقات الواجبة، ينفقون من وقتهم، إذا كان الإنسان عالم ينفق من علمه، إذا كان عنده مال ينفق من ماله، إذا كان الإنسان عنده خبرة في شيء ما واحتيج إليه فإنه ينفق من هذه الخبرة، وهكذا. يعني موضوع الإنفاق في الإسلام موضوع عام وشامل، ليس المقصود به الإنفاق المال فقط، وإنما الإنفاق من كل شيء. ثم قال الله سبحانه وتعالى أولئك هم المؤمنون حقا، يعني الذين يلتزمون بهذه الصفات هم المؤمنين الحقيقيين، أولئك هم المؤمنون حقا. ثم قال الله سبحانه وتعالى لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق ورزق كريم. والله سبحانه وتعالى أعد لهم درجات في الجنة ويغفر لهم ولهم مغفرة، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. يعني الذين يلتزمون بهذه الصفات الله سبحانه وتعالى يرزقهم من حيث لا يحتسبون. وهذا الرزق ليس رزق مادي فقط، يعني رزق مالي ليس رزق مالي فقط أو رزق في العمل، وإنما ممكن يكون أيضا رزق معنوي، لما نستطيع أن نطلق عليه بالرزق السلبي. بمعنى إيه؟ يعني طالما أن صحتك أنت صحيح معافى، إحنا دائما نقول اللي عنده صحته عنده إيه؟ عنده كل شيء. إن الإنسان لو امتلك المال وفقد الصحة فلن يستطيع أن هو إيه؟ يعني يستمتع بهذا المال. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام ابن ماجه في السنن بسند صحيح، والصحة لمن اتقى خير من الايه من الغنى، ان تكون صحيحا معافى افضل من ان تكون غنيا ايه مريضا، صح ولا لا؟ من الصحة تاتي يعني في مرتبة قبل مرتبة الايه الغنى. وايضا في ارزاق الاخرة، يعني انك انت تكون يعني مثلا انت ممكن تاتي الى بيت الله سبحانه وتعالى مع صلاة مع اذان العشاء. ايه ما الذي يجعلك تاتي الى بيت الله سبحانه وتعالى قبل اذان العشاء مثلا بربع ساعه ولا بعشرين دقيقه ولا بنصف ساعه لكي تستمع درس العلم؟ ده رزق، صح ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي ساقك ووفقك لهذا الامر واتى بك الى بيت الله سبحانه وتعالى لكي تجلس في هذا المجلس الايماني، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا للايه الى الجنه. يبقى ده رزق ولا مش رزق؟ ده اهم حتى من ارزاق الدنيا، لان ارزاق الدنيا يعني بتطرقها بمجرد أن تنتقل من الحياة، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، إنما أرزاق الآخرة دي هي التي تصحبك إيه إلى في يوم القيامة. يبقى إذن الله عز وجل يقول أهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وأيضا ذكر الله سبحانه وتعالى في نهاية سورة الأنفال صفات أخرى للمؤمنين حقا، فقال تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. يعني دائما الله عز وجل يقول المؤمنون حقا، زي ما احنا نقول كده في ايه في مسلم حقيقي وفي مسلم مزيف، او الناس لما بتمزح مع بعض يقول لك ايه ده مش عارف مسلم اورجينال يعني ولا مسلم اصلي ولا مسلم تايواني يعني. فكذلك الـ حتى في القرآن الكريم يقول المؤمنون حقا، هم دول المؤمنين الحقيقيين. لأن يعني احنا برضو لما كما قلت في البداية لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الصفات في عديد من آيات القرآن الكريم؟ عشان الإنسان يقيس نفسه هل هو ملتزم بهذه الصفات. إذا كان ملتزم بهذه الصفات يبقى ده مسلم حقيقي ومؤمن صادق، لو لم يلتزم بهذه الصفات يبقى خلاص هو كده دخل في الإسلام بالإيه بالإسم. قالت العرب وأمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا إيه ولكن قولوا أسلم. يبقى دي من صفات المؤمنين في سورة الايه في سورة الأنفال. ايضا في الله سبحانه وتعالى ذكر صفات المؤمنين في بداية سورة المؤمنون، وسميت السورة اصلا باسم سورة الايه المؤمنون، التي قال الله سبحانه وتعالى فيها قد افلح المؤمنون. بس من هم المؤمنون؟
بل المؤمنون هم اللي هيتصفوا بهذه الصفات التي تذكر الله سبحانه وتعالى بعد أن قال قد أفلح. قد لما تدخل على الفعل الماضي أفلح بتفيد التحقيق، يعني قد أفلح يعني تحقق فلاح ونجاح هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات. قد أفلح المؤمنون، طب من هم المؤمنون؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني الخشوع معناه الخوف الموجب لتعظيم الله سبحانه وتعالى. والخشوع ده عبادة قلبية، في عبادة بتؤديها بالبدن وفي عبادة في عبادات قلبية، يعني عبادات قلبية مثلا زي عبادة الإخلاص دي عبادة قلبية، عبادة الخشوع دي عبادة قلبية، الخوف الوجل من الله سبحانه وتعالى دي عبادات تسمى بالعبادات القلبية. فالخشوع ده عبادة قلبية بتظهر آثارها على الجوارح، والمؤمن يحرص على أن يكون حاضر القلب والذهن بين يدي الله سبحانه وتعالى. لما بيصلي خلاص بيكون حاضر القلب والذهن، ويكون واعي ومتدبر لما يقرأ ولما يستمع إليه من القرآن الكريم. وأيضا المؤمن يعرف الأمور التي تعينه على الخشوع في الصلاة، ومن أهم الأمور التي تعينه على الخشوع في الصلاة أن يأتي إلى الصلاة مبكرا حتى يهيئ نفسه للدخول في الصلاة. يبقى دي أولى صفات المؤمنين، الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصفة الثانية والذين هم عن اللغو معرضون، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام. وقال سبحانه وتعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعملنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فالمؤمنون المؤمن الحقيقي مشغول دائما بالله سبحانه وتعالى عن غير، يعني اصلا ليس عنده وقت للغو وهذه التفاهات، فهو مشغول بالله عن غيره وتارك لما لا يعنيه. من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه، والمؤمن دائما مقبل على شأنه ولسانه محفوظ. وذلك قال سبحانه وتعالى والذين هم عن اللغو معرضون. ولما وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالخشوع في الصلاه اتبعه الله سبحانه وتعالى، يعني الوصف الاول انهم خاشعون في الصلاه، الوصف الثاني والذين هم عن اللغو معرضون، ليجمع الله سبحانه وتعالى لهم الفعل والترك الشاقين على الانفس اللذين هما قاعده بناء التكليف. يعني الامر الاول افعل، يعني ان تخشع في صلاتك، الامر الثاني لا تفعل اللي هو الذين هم عن اللغو معرضون. اصلا القواعد او معظم تعاليم الاسلام قائمه على على الفعل والترك، يعني افعل كذا ولا تفعل ولا تفعل كذا، يعني افعل ما الطاعات التي امرنا الله سبحانه وتعالى بها، لا تفعل المعاصي التي نهانا الله سبحانه وتعالى عنها. الصفه الثالثه اللي هي صفه التزكيه والذين هم للزكاه فاعلون. كلمه الزكاه هنا معناها لها معنيين في الحقيقه، اما ان المراد بالزكاه اللي هو المعنى الظاهر للجميع انهم يؤدون زكاه اموالهم ويتصدقون صدقات تطوعيه باموالهم، ده المعنى الايه معنى الزكاه. والمعنى الثاني اللي هو والذين هم للزكاه يعني يزكون انفسهم، اللي هي التزكيه، تزكيه النفس وتطهير القلب من الايه من المعاصي وغيره. ولذلك الله عز وجل قال هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وينذرهم من قوله في ضلال مبين. فالزكاه في اصل وضعها اللغوي تعني التطهير، يعني معنى كلمه الزكاه في الاساس لغويا يعني التطهير. والنفس الانسانيه مليئه بالنقائص والعيوب، وقد كلف الانسان باصلاحها وتقويم عوجها، وضمن الفلاح لمن نجح في ذلك، يعني لمن نجح في تزكيه نفسه. ولذلك قال سبحانه وتعالى في سوره الشمس في الايه التي يحفظها معظمنا قد افلح من زكاها، قد افلح من زكاها يعني عمل على تزكية نفسه ونجح في ذلك، قد أفلح من زكى. ومن أهم الأمور التي ينجح الإنسان بسببها في تزكية نفسه الجلوس في مجالس العلم، الاستماع إلى القرآن الكريم، الصلاة بخشوع وهكذا، دي أمور تؤدي إلى تزكية النفس وتطهيرها. قد أفلح من زكى وقد خاب من دسى. ومن الأخلاق النفسية الرذيلة خلق الشح والبخل، ولذلك شرع الإسلام زكاة المال لتطهير النفس وتطهير المال. قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، والصلاة نور، والصدقة برهان. صدقة برهان يعني كلمة البرهان يعني دليل، فالصدقة برهان يعني دليل على صدق إيمان صحيح. الصفة الرابعة التي ذكر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في سورة المؤمنون هي حفظ الفروج. قال سبحانه وتعالى
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. ومن حفظ الفروج سد الذرائع يعني تجنب السبل التي تقتضي الوقوع في الحرام. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، عشان ليه غض البصر؟ ده اسمه سد الذريعة لعدم الوصول للحرام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية. دي كلها اسمها وسائل لسد الذرائع إلى الزنا. ولذلك الله عز وجل لم يقل في القرآن ولا تزنوا، وإنما قال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا. يعني ولا يعني مش الزنا بس اللي هو محرم، ده كل ما يقربك إلى الزنا تبتعد عنه. يعني أي شيء هيقربك لهذا الموضوع فتبتعد عنه. حتى مثلا في سورة المائدة يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم إيه؟ لعلكم فهم. يعني اجتنبوا كل هذه الأمور. يبقى إذن الصفة الرابعة من الصفات التي تذكر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في سورة المؤمنون اللي هي حفظ الفروج. الصفة الخامسة أداء الأمانة والوفاء بالعهد. قال سبحانه وتعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة هي كل حق وجب على الإنسان حفظه وأداؤه لأهله، فعبادة الله أمانة. الله سبحانه وتعالى حينما كلفك بأمور ما دي أمانة لابد أن تقوم بها. الحكم أمانة، الوظيفة والعمل أمانة، الحقوق الزوجية أمانة، تربية الأولاد أمانة، رد الودائع إلى أهلها أمانة، ورد القرض إلى أهله أمانة، والالتزام بالإيجار الذي التزمت به لصاحب البيت الذي تسكن فيه ده أمانة، والبيع والشراء أمانة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. والأسرار التي يطلب كتمانها أمانة. لما الإنسان مثلا يجي ويستشيرك في أمر ما من أمور الأسرية ولا حياته الشخصية فدي أمانة، لا 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 تستطيع أن تنقل هذه الأسرار إلى الغيب. والعلم أمانة، يعني يجب على الإنسان مثلا إذا كان عالم ولا فقيه ولا إمام أن يعلم الناس أمور الدين من خلال الآيات القرآن الكريم، من خلال الأحاديث الصحيحة، من خلال الأحكام الفقهية المعتمدة، لا يعتمد على أحاديث ضعيفة، لا يعتمد على أحاديث وهي، حتى ولو كان الأحاديث التي يقولها صحيحة. يبقى أيضا في حاجة اسمها فقه الأولويات، يعني يرتب الأمور التي ينبغي أن يتكلم فيها والأمور التي لا ينبغي أن يتكلم فيها ويؤجلها، وهكذا اللي هو حسب مقتضى الحال. والعهود اللي هي حقوق يجب الوفاء بها، وأعظمها العهد مع الله سبحانه وتعالى. وخلف العهود علامة من علامات النفاق. ولذلك قال سبحانه وتعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم. الأمانات والعهود، بل الأمانات والعهود. الأمانة كما قلنا كل حق وجب عليك حفظه، والعهود هي الحقوق التي يجب الوفاء بها. زي ما نقول كده كلمة المسلم في حد ذاتها تعتبر عقد، يعني حتى بدون ما تكتب عقد أنت باعتبارك مسلم حقيقي ومؤمن صادق، مجرد الكلمة التي تقولها واشترطتها على نفسك ووعدتها على نفسك دي في حد ذاتها تكون تراب، يعني دي في حد ذاتها عقد ينبغي عليك الوفاء به. صفة السادسة من صفات المؤمنين التي ذكر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في سورة المؤمنون المحافظة على الصلوات. قال سبحانه وتعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون. والذين هم على صلواتهم يحافظون، يعني يحافظون على أوقات الصلاة فلا ينشغلون عنها حتى تفوتهم. والرسول لما سئل أي العمل أفضل قال الصلاة على وقتها. فهذه مجموع صفات المؤمنين التي وردت في 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 سورة سميت باسم سورة المؤمنون، باسم المؤمنون، يعني حتى الإنسان يحاول بقدر الإمكان أن يحقق في نفسه هذه الصفات. يبقى هنا الله عز وجل قال والذين هم على صلوات يحافظون. لعلكم تلاحظون في درس الأمس لما تحدثنا عن صفات المؤمنين في سورة المعارج، الله عز وجل قال في سورة المعارج والذين هم على صلاتهم يحافظون، وقال سبحانه والذين هم على صلاتهم دائمون. صلاتهم يحافظون، بدأ الله سبحانه وتعالى الصفات المؤمنين في سورة المعارج بأنهم يداومون على الصلاة، يعني محافظون على وقتها،
ويحافظون على أركانها وواجباتها وسننها. في سورة المؤمنون الله سبحانه وتعالى أيضا ذكر هذه الصفة من صفات المؤمنين، والذين هم على صلواتهم يحافظون، ودي دلالة واضحة على أهمية ومكانة هذه الصفات في تعريف هوية المؤمن. يعني لما واحد يسألك من هو المؤمن، لأن كان والله في أخ من تقريبا من حوالي يوم سألني إيه الفرق بين المسلم والمؤمن، ممكن أنت تنسأل هذا السؤال، وهل هناك تكاليف يعني الله سبحانه وتعالى كلف بها المسلم ولم يكلف بها المؤمن، أو كلف بها المؤمن ولم يكلف بها المسلم؟ فأجبته وقلت بأن الإسلام درجة أقل من درجات الإيمان. يعني الإنسان من الممكن أن يدخل في الإسلام بمجرد الشهادتين، بمجرد ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أصبح مسلم. يعني ولما واحد إيطالي يجي يدخل في الإسلام مثلا يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هو كده أصبح مسلم، صح ولا لا؟ بس مجرد التزامه بتعاليم الإسلام وتعاليم الدين بقى ينقله إلى مرتبة الإيمان، زي أي مسلم مولود في دولنا العربية، مولود في مصر ولا في تونس ولا في الجزائر ولا في المغرب ولا في دولة إسلامية ولم يلتزم بتعاليم الإسلام، ما هو مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، صح ولا لا؟ ده اسمه مسلم. لا أحد يستطيع أن طبعا في بعض العلماء يكفرون تارك الصلاة ويكفرون تارك وهكذا، لكن في هو يعني لو أخذنا بالرأي أنه مسلم فهو مسلم بمجرد أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لكن متى يصل إلى مرتبة الإيمان؟ يصل إلى الإيمان حينما يلتزم بتعاليم الإسلام. لا يواضح قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا، نفى الله سبحانه وتعالى عنه الإيمان وعلق الإيمان على على على, على أن يتصف بهذه الصفات اللي هي إنما المؤمنون. يعني حينما تتصف بصفات المؤمنين يبقى أنت كده إيه؟ أنت كده مؤمن. ثم قال الله سبحانه وتعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فذكر الله سبحانه وتعالى استحقاقهم للفردوس بلفظ الوراثة التي هي من أعظم أسباب استحقاق المال. يعني انت مثلا لما يقول لك انت ورثت خلاص اصبح هذا الامر ملكك بالوراثه، فانت ايضا يعني دخلت الجنه بالوراثه الاول طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى والذي ورثك الجنه يعني جعلك مستحق للجنه وجعلك من اهل الجنه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل قال يرثون الفردوس. فانت لما بتسال ربنا سبحانه وتعالى خلى عندك حتى علو وهمه في الايه في الجنه، ما تقولش يا رب دخلني الجنه كده وخلاص، يعني اسال الله سبحانه وتعالى الفردوس الايه الاعلى، يعني خليك دايما عندك ايه عندك طموح انك انت تكون من اهل الفردوس الاعلى، عشان لو نزلت درجه يبقى خليك في ادنى الايه، لو نزلت يعني ممكن تبقى في وسط الجنه في ادنى الجنه، انما لو انت بتسال ربنا يا رب دخلني الجنه ممكن تنزل تلاقي نفسك من اهل الايه من اهل النار، لما خليك دايما في الفردوس الاعلى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه ليه الفردوس، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. وده حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. طيب جزاك الله خير. يبقى إذا سألتم الله فاسألوه ليه الفردوس. والمسلم دايما لما هو في السجود يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من إيه من أهل الجنة ومن أهل الفردوس. هنكتفي بهذا القدر من حديثنا عن صفات المؤمنين التي طبعا تحدثنا عن صفات المؤمنين في سورة الأنفال، ثم تحدثنا عن صفات المؤمنين في سورة المؤمنون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأل سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يبارك لنا في أرزاقنا وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وبهام همومنا وجلاء أحزاننا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.